عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة سنة تالتة هنكمل مع بعض نص عباد الرحمن. إحنا كنا خدنا الجزء الأولاني من النص، النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض النص التاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هقرأ تاني. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طب كله بقى يركز معاه كده. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان النص كله بيتكلم عن صفات عباد الرحمن، هنستكمل مع بعض صفات عباد الرحمن. طيب اول حاجة معايا هنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اي من صفات عباد الرحمن انهم لا يشركون بالله عز وجل. لا يدعون مع الله إلها آخر، اي انهم لا يشركون بالله عز وجل. طيب ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي أنهم لا يقتلون النفس التي منع الله عز وجل قتلها إلا بالحق. نفهم من كده يا شباب إن في قتل كده بحق وفي قتل بغير حق. طبعا القتل بحق مثل القصاص، القتل مثلا الأعداء، لكن قتل بغير حق مثل الانتحار أو القتل الناس عدوانا. يبقى احنا قلنا دلوقتي أول حاجة من صفات عباد الرحمن انهما يجتنبون، هنقول هنا بقى ايه دي كبائر الايه الذنوب، كبائر الذنوب. اول حاجه معايا من كبائر الذنوب وهي الشرك بالله، لانها اعظم الكبائر. الشرك بالله اعظم الكبائر. طب تاني حاجه قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق. طب تالت حاجه الزنا. يبقى احنا بنقول دلوقتي من صفات عباد الرحمن انهم يجتنبون كبائر الذنوب. ايه هي كبائر الذنوب دي؟ تقول لي رقم واحد الشرك بالله، تاني حاجه قتل النفس بغير حق، رقم ثلاثه الزنا. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض المفردات اللي معانا. قلنا لا يدعون مع الله الها اخر، اي انهم لا يشركون بالله، اي انهم يوحدون الله عز وجل. طب الها جمعها آلهة. طب كلمة إلها هنا جاءت نكرة تفيد العموم والشمول. طب لا يدعون مع الله إلها آخر، ده تعبير يدل عليه يا شباب، تعبير يدل على وحدانية الله عز وجل. طب ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا النفس أي روح، وجمع نفس نفوس وأنفس. حرم معناها منع، ومضدها أباح أو أحل. ضد حرم أباح أو أحل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا في حاجة مهمة جدا، أنا عندي هنا في نفي بلا واستثناء بإلا، يبقى ده كده أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. أول يا شباب بلاقي عندي نفي، مش شرط بقى بلا، أي نفي عندي سواء بلان أو بليس أو بما، وعندي استثناء ممكن يبقى بغير أو بسوى، يبقى ده كده بنقول عليه أسلوب قصر. مهم جدا ده، إن أنت لما يجيلك في الامتحان يقول لك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، تقول لي ده أسلوب قصر في التخصيص والتوكيد. وعندي هنا في حاجة اسمها إيجاز بالحذف. إيجاز بالإيه؟ بالحذف، يعني اختصار للكلام، حذفت كلمة مثلا. أصل الكلام هنا التي حرم الله قتلها، بين حذف المفعول به وهو قتلها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طبعا ده تعبير يدل على العفة والطهارة. لا يزنون ده أسلوب نفي يدل على العفة والطهارة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طبعا قدامي ده كده أسلوب شرط، عندي هنا أداة الشرط من، فعل الشرط يفعل، جواب الشرط يلق. طبعا جواب الشرط على طول بيبقى نتيجة، يبقى يلقى أثاما علاقتها إيه بما قبلها يا شباب؟ هتقولوا لي نتيجة. وما يفعل ذلك يلقى أثاما، ده كده أسلوب شرط غرض التحذير والتخويف. التحذير والتخويف، لو جيت سألت قلت يلقى أثاما علاقتها إيه ما قبلها، تقول لي نتيجة. طب كلمة أثاما معناها عقابا، كلمة أثاما معناها عقابا، ومضدها ثوابا. لو بصينا مع بعض كده للغويات اللي عندنا هي، زي ما احنا قلنا دلوقتي يدعون مع الله إلها، أي يشركون بالله عز وجل. أنا بقول يدعون، لكن لو قلت لا يدعون بقول لا يشركون، مضدها طبعا يوحدون. حرم معناها منع، ومضدها اباح واحل.
يزنون أن يأتون النساء بغير عقد شرعي، الثم معناها عقابة ومضطاة ثوابا. بعد كده الشرح زي ما احنا قلنا من صفات، هتقول لي كده من صفات عباد الرحمن أنهم يجتنبون الكبائر. طب إيه هي الكبائر دي؟ رقم واحد الشرك بالله، رقم اثنين قتل النفس التي حرم الله قتلها بغير حق، رقم ثلاثة الزنا. طب اللي هيعمل كبائر الذنوب، الذي يفعل هذه الكبائر بنقول عليها كبائر الذنوب، أو المحرم يقول لك المحرمات الثلاثة يقول لك كبائر الذنوب، يبقى تقول لي الثلاثة دول. ومن يرتكب إحدى هذه الكبائر يلقى عقابا شديدا. مواطن الجمال زي ما قلنا شباب، لا يدعون مع الله إلها آخر، أسلوب نفي يؤكد التوحيد الخالص لله، أي وحدانية الله عز وجل، إلها نكر للعموم والشمول. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فاكرين قلنا إيه؟ قلنا أسلوب قصر، أدواته النفي بلا والاستثناء بإلا للتخصيص والتوكيد. لا يزنون، قلنا أسلوب نفي وهو تعبير يدل على الطهارة والعفة. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، ده أسلوب شرط للتهديد والوعيد، ممكن أقول التحذير، يلقى أثامة على قتل ما قبلها نتيجة. كلمة أثامة جاءت نكرة للتهويل. بعد كده يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طبعا يضاعف زي ما مكتوب قدامك كده، أي يزاد ضعفين، طب مضادها يخفف ويهون. العذاب طبعا قلناها قبل كده كذا مرة اللي هي معناها العقاب، ومضادها النعيم، جمع العذاب الأعذبة والعذابات. طب ويخلد فيه مهانة، يخلد معناها يبقى ويدوم ويستمر، مضادها يفنى ويزول. كلمة مهانة يا شباب معناها ذليلا حقيرا، ومضادها معظما ومعززا. طيب بص معايا كده للشرح، من يفعل ما سبق، ما سبق اللي هي كبائر الذنوب اللي احنا لسه قايلينها، يكن جزاؤه النار خالدا فيها. مواطن الجمال معايا، يضاعف له العذاب، ده تعبير يدل على شدة العذاب، علاقتها بما قبلها تفصيل بعد إجمال. يبقى كلمة يضاعف هنا علاقتها بما قبلها تفصيل بعد إجمال. الإجمال كان عندي اللي هي كلمة أثامة. طب فصلت لك بقى الكلام دوت، بقول لك يضاعف، يبقى أنت تقول لي ده علاقتها ما قبلها تفصيل بعد إجمال. يخلد فيه مهانة، تعبير يدل على استمرار العذاب ودوامه. كلمة مهانة مهمة جدا، بتيجي في الامتحان كتير، توحي بشدة الخزي والذل والحقارة، وجاءت نكرة طبعا تفيد التحقير. آخر آية معانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب إلا طبعا احنا اتفقنا ان إلا دي كده استثناء، أداة استثناء. طيب هنا الله عز وجل بيستثني من عقابه الذين تابوا وآمنوا بالله عز وجل وعملوا عملا صالحا، يبقى هنا في دليل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، سعة رحمة الله عز وجل. كلمة تاب يا شباب، تاب ندم وأرجع عن المعصية، مضادها طبعا تمادى وطغى. طب إلا من تاب وآمن، طبعا آمن مضادها كفر، وعمل عملا صالحا. يبقى خلي بالك في حاجة مهمة جدا، يجي في الامتحان يقول لك اذكر شرطي التوبة، شرطي التوبة، يبقى انت هتقول لي الإيمان والعمل الصالح، يبقى لازم الإيمان هنا يبقى مقترن بالعمل الصالح. وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، أولئك ده اسم إشارة للبعيد يفيد التعظيم. يبدل معناها يغير ويحول، ومضادها يثبت ويبقي. يبدل الله سيئاتهم حسنات، طبعا سيئات وحسنات بينهما تضاد، يوضح طبعا المعنى ويقويه. وكان الله غفورا رحيما، غفورا معناها واسع المغفرة، رحيما أي كثير رحمة، جمع رحيم رحماء، ومضادها قاصنا. الشرح قدامكم هو شباب، أما من تاب إلى الله توبة خالصة وآمن إيمانا صادقا مصحوبا شرطي التوبة، الإيمان مقترن بالعمل الصالح، فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات، وكان الله غفورا لمن تاب رحيما بعباده. يبقى احنا لما نيجي نفتكر مع بعض كده صفات عباد الرحمن اللي احنا خدناها النهاردة، أول حاجة هتقول لي اجتناب كبائر الذنوب، اللي هي تقول لي رقم واحد الشرك بالله أنه أعظم الكبائر، رقم اثنين قتل النفس بغير حق، رقم ثلاثة الزنا. بكده يا شباب يبقى احنا خلصنا مع بعض نص عباد الرحمن، نص مهم جدا، النص كله علينا حفظ.